كنا شوي بنقلع. جايز مرة وحشتوني العيد في الطريق وأنا ما صرت لكم تيتوريالز. هاليوم حصل لكم تيتوريال. طبعًا قبل كم يوم؟ طبعًا أمس نزلت لكم وأنا حاطة الميك اب، كنت بس كذا قاعدة بداي حاجة أبغى أشوف كيف شكلي حيطلع في العيد. أحب تعزيزكم وكلكم قلتوا تيتوريال جوجو تيتوريال جوجو تيتوريال جوجو تيتوريال جوجو. قلت والله إنكم تبشروا. كنت بصور في التيك توك بس قلت خلاص خليه في اليوتيوب عشان يكون فيديو ثابت، إنه ممكن حتى السنة الجاية أسوي نفسه واللي بعد واللي بعد وين يجوا أحفادي يتوارثوا وكلهم يصيروا نفسك جوجو شكل شكل. فاليوم راح أوريكم طريقة الميك اب اللي أمس سويتها، هشرح لكم هخلي لكم الشرح مرة سهل وأشياء حتكون موجودة عندكم، حتى لو ما هي موجودة هحط لكم بدائل. يلا أوكي. أول حاجة الترطيب، أهم حاجة في العالم الترطيب. أنا مهم عندي ما أسوي ميك اب بس أرطب عادي. استخدم برايمر كيو أند إيه، هذا شكله بنات مرة يجنن. أحط كذا كذا، أحطه في أماكن المسامات عشان تقفله. هستعمل هذه فلسفة، أوكي هذه فلسفة بس بقول لكم، هستعمل سيروم حق اللي هو هيلو جودز تيف حق إسنس، رطب الشفايف. دحين نبدأ نمشط الحواجب. عادي تبي تستعملوا صابونة، بتستعملوا موية، بتستعمل فيكس بلس، لا أمزح بس إنه استعملوا أي حاجة عادي، بس أهم شيء تمشطوا حواجبكم. دحين يلا ندخل في الميك اب. هستعمل باليت مكياجي هذا اللي هو جلام جيرل، بس إني هستعمل ألوان النور. تحس بعلق صح؟ أمزح معكم معلق، بس بقول لكم معلومة مهمة، مو شرط يكون عندكم نفس الباليتات حقتي أو الأرواج أو أي حاجة أوريكم هي، المهم إنه هو يكون عندكم نفس اللون، ولو ما عندكم أدمجوا لون مع لوني لين ما يطلع لكم اللون المطلوب. هحط لكم درجة النود في الشاشة عشان تعرف تميزه. أنا أكثر شيء حسيته يناسبني ألوان النود، فتقدر تستعمل أي لون، بس إنه إذا تبغوا الميك اب يطلع مرة فخم استعمل ألوان النود. استعمل هذا استعمل هذا مع بعض. هأبدأ أحطه على الجفن. إذا أنتم من النوع اللي تحبوا إنه يكون الأي شادو مرة باين نفس الدرجة تكون باينة، حطوا قبلها لون الأبيض اللي يكون في نفس البلد، فاهمين؟ أرفع عينكم دحين على فوق كذا بشكل بسيط تحت عينكم. هحب أسوي هذه الطريقة إذا بكبر عيني شوية. لكم حرية الاختيار، تبغوا تحطوا كحل أسود، تبغوا تحطوا أيلاينر، تبغوا تحطوا أي شادو عادي. هجيب أيلاينر أنا وحابدأ أرسم على نفس شكل عيني. أنا عين بطنة فرح أرسم شوية على فوق وأكمل من تحت. أنتوا شوفوا أشكال العين وشوفوا الأيلاينر اللي ناسبه وأكمل كده. هذه زي كذا أول خطوة. ثاني خطوة حقت الأيلاينر، راح نجيب هذه الفرشة حقت الحواجب وراح ناخذ اللون الأسود، نحاول ندمج بين الأي شادو والأيلاينر كذا على فوق. أنا بمسح القوس عشان مو عاجبني صراحة. أوكي أنا كذا أسوي يزبط، أخدع الأيلاينر يعني أسود. أوكي أنا بالعيني خليته كذا بس عشان بعدين بنظف يطلع كويس. حان ايش حتسوي؟ حتجيبوا فرشة نبدأ ندمج بين الأسود والأي شادو. نجيب كونسيلر نبدأ نحط ممكن هنا. شوفوا هذه الخطوة مرة مهمة انكم تحطوا الكونسيلر هنا. طيب بحيث ننظف الأيلاينر اللي طايح هنا. الآن بقول لكم معلومة مهمة، لما تحط الكونسيلر كذا على فوق فكذا العين حتنسحب تطلع فوق. ايش طلعت تسوي فوق؟ ما نجيب بيوتي بلندر، نجيب فرشة الكونسيلر ونسوي كذا. بهذه الطريقة شوفوا كيف العين صارت. دحينة شوف انا من النوع اللي ما احب احط مسكرة، بس اني هحط هذا البرودكت بس انا في العيد ان شاء الله بحط مسكرة. دور البلاش هذا هو البشر حقي، نسيت والله ما يفهم بس اني سرقته من ماما كذا. وطريقة البلاش مرة مهمة، ترى احس انه اغلب الاشياء من تحطوها كذا على فوق تسحب الوجه، فتحطوا البلاشر زي كذا. دور الراج، هأحط محدد بني هذا. لا تقول لأحد عن هذه الوصفة بس أوكي. راح تجيبوا أي راج عندكم، بس أنا أحب أحط اللون العودي، مو عودي يعني، فاهمين لون النود. إيش أسوي؟ أفك فمي كده
شفتوا هذا القوس اللي كذا؟ حددوا. دحين احط راش كيكو. شوفوا لا حد ينشب لي نفس درة 103 عندي من زمان، اللي تبين في الفلقات القديمة يعرف. الحين جيك التهايم وتنايم. اتوقع اني بعتمد هذا المكياج دايما، بس يعني من جد احس مرة حماس، عارفين ليش؟ لانه انا امس اكتشفته. والله العظيم في الحقيقة مرة احلى، انصحكم تجربوه وشوفوا اذا ناسبكم كملوا. واي حاجة استعملتها وحسيت انه ما عندكم نفس هذا البلد، مثلا زي بلد مكياجي، غيروا في اي بلد ممكن تلقونان، اللي هو فاهمين اللحمي، البمبي الغامق، البني، هذا اللون، هذه اللون النوت، فهذه تقدروا تستخدموها. وبالنسبة للايلاينر حتى تقدروا تجيبوا الكحل، طيب تحط مثلا زي كذا خط، تبدأوا بنفس فرشة الحواجب كذا تسوي زي كذا زي كذا تدمجوه بس.